يقوم سي رئيس الحكومه ويقول لك ما فماش انتداب، تجميد الانتداب ل 2023. حبيت نقول للسي الياس، يا سي الياس رانا ما عندناش عام ولا عامين باش تحكي لنا على التجميد، رانا احنا مجمدين اكثر من 10 سنين. تجي توا وانت تقول تجمدنا، وقتاش اقل واحد فينا توا 35 عام؟ حب نعرف وقتاش باش تخدمونا. احنا جيس حاجه بركه باش يدخلوا منا ممثلين باش يحضروا على باش يتناقشوا باش القانون ما يتعداش، معناها فيه ثغرات وكذا وكذا. هذا هو، علاش انا باش نخربوا، انا باش نضربوا ولا حتى شيء. بوليس هذا الكل كي حبوا يعرفوا العدد نتاعنا، وزاره الداخليه عرفت العدد نتاعنا، وزاره التشغيل والدوله والحكومه ما يعرفوش العدد نتاعنا. كي نبداو احنا بطلوا باش نخدموا، اما كي باش يحاصروا مواقف احتجاجيه سلميه يعرفوا العدد نتاعنا. ما نلقاش مبرر للتصعيد هذايا، خاصة وأنه فما إيجابية كبيرة، حتى عدد الحضور محترم جدا داخل اللجنة، تمثيلية لكل الكتل. من حيث نجاوب على نقطة وأختم بهذايا، حيث منع دخول ممثلي التنسيقيات هذه معطلين عن طالت بطالتهم أكثر من 10 سنوات، لأنه تم الاستماع إليهم سابقا.